السلام عليكم. برحب اولا بالاستاذ ياسر قلم مدير اداره الكوادر التعليميه ومن افضل الرجال الموجودين واللي احنا اشتغلنا معاه. وده حقيقي يعني مش مجامله. طبعا بنرحب بزمايلنا في اول يوم ونرحب بابنائنا الطلاب. طبعا زي ما قال لك استاذ ياسر المدرسه صلاح سالم سيادتك ما تعرفش عنها حاجه. المدرسه دي مخرجه رؤساء دول ومخرجه دكاتره جامعات مخرجه لواءات مخرجه جميع النوعيات. انت ليك شرف ان سيادتك جيت في مدرسه صلاح سالم. عندك مجموعه من المعلمين مش موجودين في اي مكان. عاوزين سيادتك بقى طبعا عاوزين طبعا اهم حاجه النظام. تعرف نظام المدرسه ماشيه ازاي؟ تلتزم بيها. عندك المدرسين بتوعك هيشرحوا لك وبيتعمل حصص بس مباشر على الهواء. فطبعا ايه لازم تلتزم مع المدرسين بتوعك. وكل سنه وانتم طيبين وبنرحب بيكم كلكم كلكم ولادنا. وطبعا هنخاف عليكم. واهم حاجه الكمامه. الكمامه ليه؟ عشان تحافظ على نفسك. طبعا اخواتنا المعلمين الكمامات واخواتنا المدرسين الكمامات. الكمامات يا جماعه. واهم حاجه التباعد بيننا وبين بعض. مفيش طبعا. المعلم الفاضل مدير عام اداره الكوادر التعليميه الاستاذ ياسر قلم. والله العظيم عارف. الحمد لله نستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. ادى الامانه وبلغ الرساله ونصح الامه وكشف الامه وتوكل على المحجة البيضاء لإليها كناليا. أحب أولا أقول سنة طيبين وعام دراسي جديد وسعيد. وخلي بالك أنت واقف على أرض صلاح سالم. لو مش عارفين يعني إيه صلاح سالم بقول لكم صلاح سالم يعني أوائل الجمهورية. صلاح سالم يعني مصنع رجال. أحب أحيي زملائي المعلمين على المجهود الرائع اللي أنا شفته وأشكرهم في بداية العام. وأحب أقول لهم إن أنا سعيد جدا إن آخر يوم ليا في الإدارة أنا موجود مع رجال صلاح سالم.